الفيديو اللي حاول رمضان يمحيه من على السوشيال ميديا كلها وهو بيتضرب من احد الشباب في الساحل. اهلا بكم في قناه منوعات بوتا لاخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا. يشرفني اشتراكك في القناه، بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل. فيديو بيعرض ما تعرض له محمد رمضان من اهانه في الساحل من احد الشباب. كان بيهزر معاه وبيقول له محمد رمضان الحمضان، بس محمد رمضان اخد منه الكاب بتاعه وإلا لازم ياخد الموبايل. طبعا الشاب رفض يديله موبايله وراح ضربه بالقلم، فالشاب رد له القلم بس قلم قوي جدا وقلم جامد فعلا، فاتخانقوا مع بعض والناس سلكوا بينهم، والشاب ده وكل اللي معاه كانوا بيهزروا معاه. ومحمد رمضان ازاي ان الشاب ده وضحك الناس اللي واقفين عليه، فغضب جدا وكان مفكر نفسه في خناقة شوارع وهيضرب ويكسر والبادي جاردات كمان بيتدخلوا. بس بجد الجمهور غلطان، مش هتستفيد حاجة لما تخزر معاه او تتصور معاه، انسان عادي واقل كمان. انتوا الجمهور اللي خلتوه له قيمة وجماهيرية وفي الاخر بيتنططوا عليكم، فياريت لا تتصوروا معاهم ولا تهزروا معاهم، عشان هم اول ما بيشوفوا نفسهم عليكم انتوا. الفيديو اللي حاول رمضان